من الطب النفسي إلى التحكيم المصري. يعني سبناكم كده كام أسبوع وابتدينا نشوف ونرصد لجنة الحكام إيه الجديد اللي فيها. بنسمع مثلا قعدنا فترة نفتكر إنه مثلا بيريرا رحل لكن بيريرا باقي، سمعنا بقالنا كام يوم إنه بيريرا هيرحل لكن بيريرا باقي. طيب سمعنا إن في تشكيل جديد للجنة الحكام، هل التشكيل ده صدر ولا لسه؟ سمعنا كل يوم بنسمع جديد. طيب مستحقات الحكام بقى أخبارها إيه لحد دلوقتي ما اتصرفتش بالكامل؟ تعالوا نطرح هذه الأسئلة على ضيف العزيز عبر الهاتف، كابتن محمد صلاح عبد الفتاح المحاضر التحكيمي. كابتن محمد صباح الخيرات. طيب لحين ما ينضم لنا كابتن محمد صلاح عبد الفتاح، طبعا في تفاصيل كتير عندنا هنرصدها معاه. عندنا معسكر المساعدين وفي بعض التصريحات من خلاله نعرف من كابتن محمد صلاح عبد الفتاح ايه الاخبار وايه تصريحات بريرة من معسكر المساعدين. صباح الخير يا كابتن محمد. صباح الخير. صباح الفل، اهلا بيك معانا في 8 الصبح. وقول لي بقى اخر تفاصيل خاصه بتشكيل لجنه الحكام. اخر تفاصيل خاصه بالتشكيل، امبارح كان في معسكر للحكام المساعدين، ودي كان افتتاح المعسكر. كان في كلمه لبريرا، وتواجد يعني شخصيات جديده موجوده على اللجنه، وبريرا اعلن للحكام قال لهم انا هيكون معانا كابتن احمد الجرحي وكابتن احمد ساهر وكابتن حمدي القاضي. دول هيكونوا موجودين معايا وهيتعاونوا معايا للحكام المساعدين للتعيينات. ومعايا الكابتن محمد فاروق لتعيين الحكام. فبالتالي اعلن بريرا بشكل رسمي قدام الحكام او في المعسكر ان كابتن احمد الجرحي وكابتن احمد ساهر هم هيكونوا النجوم الجديده اللي انضمت حديثا. بس اللي انت قلته ما فيهوش كابتن جهاد جريشه وما فيهوش كابتن تامر دوري، ودي كانت اقرب الاسماء المرشحه للانضمام لتشكيل لجنه الحكام الجديد. هو بالفعل تم التواصل مش مع كابتن جهاد بس ولا مع كابتن تامر بس، مع اكتر من اسم، منهم كمان كابتن سيد مراد، كابتن شريف صلاح، ولكن كان في اعتذارات كتيره جدا عن كابتن سمير عثمان وكابتن سمير عثمان وكابتن ياسر عبروف، ولكن كابتن سمير عثمان وكابتن ياسر عبروف تحديدا كان التواصل معاهم فيما يخص منصب اسمه او مستحدث اسمه مستشار لرئيس لجنه الحكام ومستشار بصلاحيات. وكانوا يعني ان هم طبعا مستغربين الموضوع، لكن قالوا ايه هي الصلاحيات، ويعني كان الاعتذار بشكل فرفضوا لهذا السبب يعني بالظبط كده ان هم ما كانوش رايحين على عضويه لجنه الحكام. هم استفسروا ايه هي الصلاحيات وطلبوا الوضوح اكتر، ولكن يعني ما كان يعني تقدر تقول ان المفاوضات او الاتصالات خلاص يعني انقطعت لمجرد ما هم عرضوا شروطهم. طب كابتن جهاد جريشه؟ كابتن جهاد بريرا تواصل معاه بالفعل وطلب منه ان هو ينضم، ولكن بعد كده ما حصلش اي جديد من خلال اتحاد الكوره او من بريرا. ده فيما يخص تشكيل لجنه الحكام، فيما يخص ده اللي قاله بريرا. هل تم التواصل مع كابتن سيد مراد وكابتن تامر دوري؟ تم التواصل، وانا بقول لك تم، ما هي الاعتذارات تمت بعد التواصل وتم الرفض منه. بالظبط، لكن مش يعني لكن الاهم هنا والسؤال الاهم هنا رجاء من اتحاد الكوره انه يبحث وراء اسباب الاعتذارات، لان اسباب الاعتذارات اهم بكتير من المشاكل اللي ظهرت. دي هتوضح لاتحاد الكوره امور كتيره جدا اعتقد هتفيدهم في القرارات بعد كده فيما يخص ملف التحكيم. طيب اللي جاي ايه بالنسبه لبيريرا؟ هل انت شايف كده بصيص من الضوء في بدايه النفق اللي يعني ناس كتير كانت قالت انه هيرحل، ناس كتير يعني حتى لما احنا بنتكلم على رابطه الانديه كانت اوسط برحيل بيريرا. فخلينا نشوف القادم حتى ده يتضح من خلال كلامه. شوفي، هو دايما يعني كل يوم في جديد في التحكيم وكل ساعه في جديد. فبما يخص المستقبل، النهارده لجنه الحكام الرئيسيه بقياده بريرا، ويمكن ده انفراد اول مره حد يسمعه دلوقتي، تم تبليغ لجنه الحكام الرئيسيه من لجنه حكام السويس ان هي هيتم يعني هتقدم استقالتها بالكامل. ده كان تم شفهيا بالامس، والنهارده هيتم تقديم الاستقاله مكتوبه اعتراضا على بعض الامور اللي بتحصل في لجنه الحكام، ومنها التصنيفات اللي هي المستحدثه واللي هي موجوده في لائحه يعني مش محدش فاهمها، ولائحه جديده لم تعد دي اللائحه بتاعت بيريرا. لكن خلينا برضو نستوضح الامر، هل اللائحه دي
تم التصديق عليها من المجلس، مجلس اتحاد حتى الكوره؟ حتى الان لا. طب الاعتراض على اي من البنود سريع؟ الاعتراض على بنود كتيره جدا، على التصنيفات اهمها حصلت يعني بدينا مصنف الحكام وتم بالفعل تطبيق هذا الامر على ارض الواقع، وفي المعسكرات كانت الاختيارات يعني كما قيل يعني ان دي بناء على التصنيفات. فالناس بتقول انت كنتش موجود وانت بتقول ان انا ما كنتش بشتغل وما كنتش ايدي في الموضوع، فانت بناء على ايه صنفت؟ فده مش شغلك عشان تيجي انت يبقى دي النتائج. ابدا شغلك وبعدين صنف. فتم الاطاحه بحكام كتير جدا كانت ليها باع كبير جدا في الدوري الممتاز. عايز اقول لك ان من ابرز المشاكل الكبيره اللي حاصله واللي عامله مشاكل عندنا مثلا عمرو الشناوي كان راجع من كاس العالم في الارجنتين لسه من قريب، بيريرا مصنفه يعني درجه يعني تصنيف تاني، وده امر غريب ان اللي بيرجع من بطوله كبيره ازاي تصنف تصنيف تاني. وكانت الكلام كله ده على سبيل المثال على فكره. كابتن محمد عادل وكابتن محمود عاشور اخبارهم ايه؟ كابتن محمد عادل وكابتن محمود عاشور، بيريرا يعني في نيه ان او هو قال ووضح ده في المعسكر النخبه انه عنده نيه ان هو يبقى تم اقصائهم خارج القائمه الدوليه. يتم اقصائهم خارج القائمه الدوليه بداعي السن، تمام؟ ولكن خليني بداعي السن، بداعي السن، وده تم والاتحاد الدولي لغى يعني عنصر السن ده في خلاص ما بقاش في حاجه اسمها سن في التحكيم. وكمان بيريرا بيقول بيطبق حاجات وبيقول كلام عكس الواقع. ازاي يعني في المعسكر امبارح في كلمه الافتتاح قال لهم، قال كلمه غريبه جدا، انا ماليش دعوه بلوائح الاتحاد المصري فيما يخص التحكيم، وانا هطبق لوائح الاتحاد الدولي. انا بس عايز اقول له على حاجه واوصل رساله للناس اللي بتشتغل معانا، عارف هم بيسمعونا كويس. عايز اقول له ان الاتحاد المصري لكره القدم هو بيطبق لوائح الاتحاد الدولي لكره القدم وكل الاتحادات الاهليه، يعني الكلمه غريبه في حد ذاتها. وبالتالي طبيعي انت بتناقش كلامك. محمد عادل عنده مباراه مهمه جدا كمان 20 يوم، محمود عاشور ومحمد عادل هيتواجدوا مع بعض في بطولة أمم أفريقيا. عاوز يقصيهم ليه؟ أنا مش عارف. طيب ده سؤال مطروح على مجلس اتحاد الكرة عشان برضه يبقى فيه متابعة. طب الجزئية الثانية والمهمة سريعا يا كابتن محمد، فكرة التعيينات بتاعة الحكام، بيريرا قبل كده في تصريح قال أنا بعد كده هتولى كل حاجة، دلوقتي في الاجتماع أو تصريحاته في اجتماع المساعدين قال أنا مش هتولى فكرة التعيينات، فهنا برضه بعض التضارب بعض الشيء في هذا الأمر. هو يعني هو ما انا بقول لك هو آراءه متضاربة أو كلامه متضارب. هو النهارده بيقول أحمد ساهر، أحمد الجرحي، حمدي القاضي للتعيينات، وده أمر غريب برضو إن أنا خلاص أختزل دور لجنة الحكام في التعيينات. لجنة الحكام مش دورها تعيينات بس، التعيينات دي آخر مرحلة ممكن تبقى في شغل تعيينات حكام الفيديو يا كابتن محمد سريعا. تعيينات حكام الفيديو دي هتبقى مسؤوله من كابتن مجدي رزق، لان هو مدير تقنيه الفيديو او المسؤول عن تقنيه الفيديو. وده الامر برضو الغريب اللي هروح بيه للمعسكر اللي اتلغى، المعسكر الاعداد للموسم ده، معسكر الفار اللي اتلغى. انت ازاي بتلغي معسكر وانت بداعي ان انا فشلت ان انا استخدم، وده على فكره ده اللي طلع اجيب خبير اجنبي وحاضر بالظبط ده الداعي، ده برضه علامه استفهام لاتحاد الكره. طيب عوائق توفير الملاعب بالنسبه للحكام، ودي اخر حاجه هتناولها معاك يا كابتن. السؤال ده مهم جدا، ولكن خليني اقول لك هجاوبك بواقعه حصلت من يومين. في بعض الحكام كانوا موجودين في احد الانديه، وبلاش نذكر اسماء يعني الانديه دي موجوده، تم طرد الحكام من خارج الملعب التدريبي او من النادي. بداعي ان اصل الاعضاء بتتضايق، اصل يا جماعه لو سمحتوا بعد اذنكم مش عايزين دوشه. فطبعا النهارده دي رساله بقى لاتحاد الكوره، النهارده بريرا بيطلب منهم 13 لفه، وفي متطلبات كتيره جدا من الحكام. حكام الملعب اللي هم بيتدربوا عليه ايه اصلا؟ الملعب كره مخصص ليهم؟ ملعب الكوره الطبيعي هم بيتمرنوا في ما هو ملعب كوره، اي من الانديه بتستضيفهم؟ يعني كل واحد بعلاقاته بقى. يعني هنا ده الموضوع مش، لكن الملعب المصرح ليهم على طول طول الوقت هو ملعب جهاز الرياضه حسب المعلومات المتوفره. مشكورك يا كابتن محمد، كابتن محمد صلاح عبد الفتاح الكبير التحكيمي ومحاضر